كلمة الإمارات. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه موهوب يوديه ويشكر مكونات الفتح الرباطي بعد التوقيع للرجاء. وجه اللاعب مهدي موهوب رسالة شكر ووداع خاصة لمكونات الفتح الرباطي وذلك عقد انضمامه الرسمية لصفوف فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الجاري. وقام اللاعب موهوب بنشر رسالته عبر خاصية ستوري على حسابه الخاص بانستغرام وكتب بالحرف: أريد أن أشكر كل مكونات نادي الفتح الرباطي، النادي الذي أشرف على تكويني الأكاديمي طيلة 8 سنوات السابقة، ولا يفوتني كذلك أن أقدم جزيل الشكر والتقدير للسيد الفاضل حمزة الحجوي رئيس النادي وأعضاء المكتب المسير للفتح على الثقة التي حظيت بها من طرفهم خلال تواجدي داخل الفريق. وضاف موهوب: أريد أن أشكر كذلك السيد عادل المثني المدير الرياضي على كل ما قدمه لي من خدمة ودعم ونصيحة منذ التحاقي بأكاديمية الفتح. وفي الأخير توجه بالشكر لجماهير الفتح الرباطي على دعمهم ومساندتهم لي وجميع اللاعبين، وتمنى التوفيق في مسيرته الجديدة مع الفريق الأخضر. العراقي حسين يغادر الرجاء إلى تايلاند. وفي تفاصيل الخبر، سافر الدولي العراقي أيمن حسين مهاجم فريق الرجاء الرياضي صوب تايلاند أمس الاثنين لالتحاق بمنتخب بلاده بعدما تلقى دعوة رسمية للمشاركة رفقة المنتخب خلال التوقف الدولي. وغيعزز حسين قائمة المنتخب العراقي خلال مشاركته في كأس ملك تايلاند واللي كيعرف مشاركة منتخبات الهند، لبنان وتايلاند بالإضافة للعراق خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و12 شهر الجاري. وكتجي هذه البطولة ضمن استعدادات المنتخبات الأربعة نهائيات كأس آسيا واللي غتجرى في فترة ممتدة ما بين 12 يناير 2024 و10 فبراير من نفس السنة. الرجاء الرياضي يوافق على إعارة الحسين الرحيمي ويفاضل بين 3 عروض من القسم الأول للبطولة. وفي التفاصيل، قرر المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي باتفاق مع مدربه الألماني جوزيف زامباور إعارة اللاعب الحسين الرحيمي لإحدى الفرق الممارسة بالبطولة الاحترافية للقسم الأول. وأكد جريدة الأخبار أن قرر المكتب المديري والمدرب زامباور جاب هدف منح الرحيمي فرصة التطور عبر لعب دقائق أكثر وكسب تجربة أكبر. ومازال ما تمش الاستقرار على الفريق اللي غيجاورو الحسين الرحيمي حتى الآن، بحيث غيتم الفصل بين 3 فرق مرشحة من الدوري الاحترافي للظفر بخدمات اللاعب على سبيل الإعارة. كتجدر الإشارة لأن الحسين الرحيمي سبق وخاض تجربة الإعارة لمدة 6 أشهر بقميص سريع واتزن موسم 2021-2022. الرجاء الرياضي يجدد اتصالاته مع مدافع دولي لتدعيم صفوفه. وجدد المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي اتصالاته مع المدافع الدولي المغربي زهير فضال من اجل التوصل لصيغه توافقيه لانتقال النصر الخضر خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقرر مسؤولي فريق الرجاء برئاسه محمد بودريقه فتح قنوات تفاوض مع فضال من جديد، وذلك بعد مباراه الجيش الملكي اللي كلفت الفريق 3 نقاط مهمه بسبب اخطاء دفاعيه فرديه من خط دفاع النسور. وكيطالب الألماني جوزيف زامباور التعاقد مع مدافع إضافي من أجل تعزيز الصلابة الدفاعية للفريق، خاصة بعد رحيل جمال حركاس وعدم اقتناعه بمؤهلات محمد رحيم اللي منجحش في فترة الاختبار اللي قضاها رفقة الفريق. وكيأمل فريق الرجاء الرياضي باش يتوصل اتفاق نهائي مع فضال من أجل التحاقه بالفريق خلال فترة التوقف الدولي، خاصة أن اللاعب ما كيرتبط حاليا بحتى عقد مع أي فريق. استقالة مفاجئة لعضو بارز بالمكتب المسير للرجاء. وقدم عادي البقيلي عضو المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي والمسؤول الأول على المشروع الرياضي استقالته من المكتب المسير للفريق الأخضر. وأقدم بقيلي على تقديم استقالته الجمعة الماضي إذ أخبر أعضاء المكتب المسير بعدم إمكانية استمراره في المكتب قبل ما يغادر مجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب. ووضحت مصادر خاصة أن بقيلي قدم استقالته بسبب اختلاف وجهات الرؤى حول بعض القرارات الخاصة بالفريق الأول واللي كيتعتبر المسؤول الأول عليها، إلى جانب اعتراض المكتب المسير على قرارات أخرى كان العضو الرجاوي كينوي اتخاذها. ووافق محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء على استقالة بقيلي من مكتبه المسير احتراما لقراره ورغبته في الرحيل، وكتعتبر استقالة بقيلي مفاجئة بالنظر للعمل اللي كيقدم المكتب المسير الحالي، إذ ما كانت حتى خلافات كتدار بين أعضاء المكتب بخلاف المكاتب السابقة اللي شهدت صراعات بين بعض الأعضاء كانت كتنتهي بتقديم عدد منهم استقالاتهم. وكيحملوا أعضاء من المكتب المسير في حديثهم
عاقلي مسؤولية رحيل بعض اللاعبين دون فسخ عقودهم بالتراضي، مما غيزيد من متاعب الفريق بالنزاعات، بالإضافة لفشلوا حسب قولهم في تدبير ملف جمال حركاس ولاعبين آخرين. يشل أن باقيلي سبق لي وكان عضو في المكتب المسير السابق سعيد حسبان قبل ما يختاروا بودريقة المرة الثانية ضم لائحة مكتبه المسير باش يكون نائب أول ليه ومسؤول على الفريق الأول والمشروع الرياضي للنادي. رسميا رجويان يوقعان للمغرب التطواني، وفي تفاصيل الخبر حسم فريق المغرب التطواني صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للقادم للاستحقاقات. وكشف مصدر مطلع ان اداره فريق التطواني تعاقدت رسميا مع الرجويين ايوب شبود ومحسن ياجور في الميركاتو الصيفي، ووضح المصدر نفسه ان المهاجم ياجور وقع مع النادي التطواني لمده موسم واحد في صفقه انتقال حر من اجل الاستفاده من خدماته وخبراته اللي راكمت طيله السنوات الماضيه في الملاعب الوطنيه. وزاد نفس المصدر ان شبود اللي تدرج في جميع فئات فريق الرجاء وقع مع الفريق التطواني لمده موسمين رياضيين قادما للفريق الاخضر بعد ما فسخ عقده بالتراضي. فريق الرجاء يوقع رسميا مع الموهبة بدر الدين ملوكي، وفي تفاصيل الخبر اشترت أكاديمية انتر ميموزا ورزازات على صفقة انتقال لاعب بدر الدين ملوكي لفريق الرجاء الرياضي، اللاعب اللي كيتنبأ ليه الكل بمستقبل رائع، وهي صفقة غتكون بمثابة مدخل للشراكة اللي غتبرم أكاديمية ورزازات مع فريق الرجاء في افق فسح المجال لاحتراف اللاعبين مستقبلا. وكان لاعب بدر الدين ملوكي الملقب بميسي المغرب محط انظار كل المغاربي التقليدي والفتح الرباطي، الا ان مكتب الفريق رئاسة بودريقة ظفر بالصفقة في آخر المطاف. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.